الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندما تركب القطار الخطأ حاول أن تنزل في أول محطة، لأنك كلما ازدادت المسافة تكلف عليك الرجوع. هكذا عد إلى الله. نعم رسالتي لك أنت، هي نعم رسالتي لك أنت، أنت عد إلى الله ولو أذنبت ألف مرة، عد إلى الله ولو أذنبت مليون مرة، عد إلى الله. أنت مدمن على المخدرات، توب وعد إلى الله. أنت مدمن على الكحول، الخمر، عد إلى الله عز وجل. جاتك الفرصة اليوم أنك تعود إلى الله عز وجل. انظر يا أخي الكريم ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، يفرح بتوبة عبده. انظري يا أختي، يقول لك أنا عن ظن عبدي بي، ظن بالله خير، ثقي في الله عز وجل. أنا عن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني ذكرته. سبحان الله، الله أكبر، أن يذكرك الله عز وجل. تخيل فقط لو يقول لك الأمير الفلاني ذكرك أمس، أو المسؤول الفلاني، حتبات فرحان وتحطها في التواصل الاجتماعي وتخبرها عائلتك، وما يدريك أن الله عز وجل يذكرك. وإذا ذكرتني في الملأ ذكرتك في ملأ خيرا منه. يا الله، سبحان الله، تعالوا 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 تسمعوا، يذكرك في ملأ خيرا منه. تعرفون الله عز وجل يذكرك، ربي سبحانه حيذكرك عند الملائكة. يا الله، سبحان الله، الله أكبر. هذا الفضل الكامل نخليوه، هذه الإطمئنان والرحمة والهدوء نخليوه، حد إلى الله. الله عز وجل والله يحبنا، والله يحبك يا أخي الكريم. ما تقولش أنا أذنبت نعم أنت فعلت كذا، بالله عليك اسمع لهذه القصة اللي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل من بني إسرائيل قتل 99 روح وذهب عند راهب فسأله، قالوا هل لي من توبة؟ قالوا لا، فقتل فصار 100. ثم ذهب عند عالم رباني سأله، قالوا هل عندي من توبة؟ قالوا نعم. ما هو السر في التوبة؟ قال أهجر هذه البلدة اللي كنت سئتئ فيها وتوب إلى الله عز وجل وروح. خرج ذلك الرجل فمات في الطريق، فتخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فأوحى الله إلى هذه مدي وإلى هذه أنقصري، ثم كان أقرب إلى تلك البلدة الصالحة. بالله عليك، هل أنت مثل هذا اللي قتل 99 روح وكمل 100؟ بالله عليك يا أختي الكريمة، سؤال، على ماش كتصلي؟ لماذا؟ ما تقوليش ما تقنعتش، لأنه الصلاة ديننا وركن من الأركان. أني خاطف فيك أنت اللي تشهد أن لا إله إلا الله، أني خاطف فيك أنت اللي تحب الإسلام، نعم، أني خاطف فيك أنت اللي تحب الحبيب صلى الله عليه وسلم. عد إلى الله، عد إلى الله من بوابة الصلاة، أكثر السجود لله، اسأل الله عز وجل في الصلاة، قل اللهم أعني على عبادتك وأعني على شكرك على هذه النعم، لأننا نتخبطوا فيها. شو ما شاء الله، العام الماضي مثل هذا الوقت كنا في مرض كورونا، فيروس صغير، جند صغير من جند الله عز وجل، وانظروا ماذا فعل فينا، وقف العالم كامل. لهذا ارجع إلى الله عز وجل، الله عز وجل يفرح بتوبة عبده، والباب التوبة مفتوح إلى قيام يوم الساعة. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. نعم، نتوب إلى الله عز وجل ونرجع إلى الله عز وجل. يا ترى ما هي شروط التوبة؟ كاين البعض، ربي يهدينا وإياهم، يتوب إلا في شهر رمضان، بعد رمضان يغير. من شروط التوبة يا إخواني، أولا الندم على الماضي، تندم مش تولي إلى تلك المعصية. ثانيا الصدق مع الله، تكون صادق لله عز وجل. ثالثا الإقلاع، تقلع على تلك المعاصي كاملة وتعود إلى الله عز وجل. رابعا أن تعزم أنك ما توليش نهائيا إلى المعاصي. نسأل الله عز وجل أنه يتقبل منا توبتنا، ويتقبل منا القيام، ويتقبل منا صلاة التراويح، ويتقبل منا الصدقات. ونحن في هذه الأيام المباركة علينا بالإكثار الذكر لله عز وجل. صح فطوركم، كل عام وانتم بخير، نسأل الله عز وجل أنه يتقبل منا ومنكم. غدا إن شاء الله نلتقي في موضوع ثاني من برنامجكم هو الإيمان إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.